أشكر الناس عين بسام على احتضانهم الدورة الكروية الكبرى في كرة القدم. الحمد لله شفنا زملاء عنا بزاف ما شفناهمش، لعبنا كونتر قدماء تاع النهد، الحمد لله فمتلاقينا. ونشكر الناس عين بسام، خاصة الجمهور الغفير هذا اللي حضر. الدورات هذه رانا نشوفوها بزاف في الأحياء عبر الولايات الوطن كامل، حاجة مليحة تشجع الشباب على الابتعاد عن الآفات الاجتماعية اللي نعرفوها. فيما يخص دورة عين بسام نشوفوها بلي كانت ناجحة 100%، جمهور غفير. نشكر بالمناسبة هاد الشعب هذا على حفاوة الاستقبال، مازال يشفع على لي زونسيان جوار، يعني هذا شرف لينا حنايا. نتمنى هاد الدورات هذه تاع الاحياء الشعبيه ما توقفش عند هنا وتبقى توجور. الحاجه الاولى نشكروا المنظمين تاع هذه الدوره اللي داروا لنا هذه الدوره على جال المرحومين، نشكرهم جزيل الشكر اللي كانوا واقفين على كل حاجه. يعني جينا لعبنا حسينا احنا كل اللي رانا في ديارنا، الحمد لله. ملي بدا التورنوا الى يومنا هذا جات كلش بيان، ان شاء الله نختموها كما يستاهل مول التورنوا. سي الاخ سمير اللي كان واقف، وان شاء الله اليوم نديروا مقابله اللي تليق بهذا الغاشي اللي جا حضر معنا ان شاء الله. غير كي تشوف دورات كيما هكا تنظموا في المواسم الصيفيه، يعني حاجه تفرح، خاصه انه الشباب اللي يكون يمارس الرياضه ما ينقطعش عليها في الصيف ويبقى يمارسها. والحاجه اللي جميله انه بدل ما يعني كي يخلص الموسم الدراسي ويخلص الموسم تاع الرياضه يبداوا الدورات الشعبيه هذه، دورات الاحياء هذه اللي تخلي الشباب يعني ما يخرجش عن جو الرياضة وما يمشيش لممارسات أخرى اللي ممكن تكون مش مليحة. إن شاء الله نتمنى يكون الدورات، يعني نتمنى يكون التنظيم تاع الدورات يكون جميل ويكون بطريقة اللي رانا نشوفوها اليوم في مدينة عين بسام. احنا اللي حقا جد مسرور وفخور أكثر من المسرور بتواجدي هنا في مدينة عين بسام. هذه الدورة الأخوية الممتازة، خاصة نقول لك تنظيم جيد، واللي تشوف حقا تشوف يعني خلال لاعبين قدامى خاصة المسيرين قدامى، انا يعني تشوف كل الاجيال، تشوف يعني من الجد للاب حتى للابن اللي راهم حاضرين هنا. هذه هي نقدر نقول لك يدل على شيء، يدل احنا شعب يعني رياضي وعندنا ثقافة رياضية عالية جدا، وما يعني فيما يخص خاصة نقدر نقولوا احياء هذه التظاهرات في الاحياء هي مهمة جدا، ما انه راح نقول هذه اللي راح تكرس نقول لك الثقافة يعني الرياضية وخاصة الروح الرياضية فعند المجتمع الجزائري. هنا كما تشوف يعني الصور هي اللي تعبر عن نفسها، انا نشوف هنا اطفال مع اهاليهم، انا يعني شفت هنا جد وابنه والحفيد ديالو هنا حاضرين، هذا هو الشيء اللي فرح واللي مطلوب، واللي خاصة نتمنى ان شاء الله واللي ما لها هذه الثقافة اللي هي موجودة راهي واقعية هنا في الميدان، نتمنى نشوفوها في الملاعب ونكمل يعني نواصل في هذه الديناميكيه الحسنه اللي شفناها في العاب بحر المتوسط، وشفنا يعني اجواء كانت يعني حضاريه ثقافيه رائعه جدا، عائلات اللي كانوا متواجدين يعني في المدرجات بشهاده كل الدول اللي كانوا حاضرين. انا نظن يعني الحق الوقت انه نغتنم هذه الهبه، هذه خاصه النفس الجديد مع هذه الجزائر الجديده في كل المجالات، وتكون يعني هذه انطلاق البطولة اليوم هي انطلقت في الدور الأول المحترف الأول والثاني، ونتمنى إن شاء الله لما لا أن نشوفوا هذه الجزائر الحقيقة، هذا الجمهور الحقيقي نشوفوا في المدرجات، وهذا الشيء راح يخدم كثير الرياضة الجزائرية. ما أنه الحق الوقت وين يكون عندنا لازم يكون عندنا منظور آخر في الرياضة الجزائرية، رياضة اللي تربي ورياضة اللي تفرح، رياضة اللي فرجة، لكن أيضا رياضة اللي تخدم الاقتصاد الوطني. ما أنه هذه المنشآت رائعة جدا من طراز العالي يعني الدولة استثمرت فيها، الحق الوقت وين يعني يكون عندها عائد بالفائدة للاقتصاد.